السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار التاسعة، البداية بالعناوين. خلال لقائه نظيره الروسي السيد الرئيس يؤكد أن واشنطن لا يمكن أن تكون الوسيط الوحيد لعملية السلام. الرئاسة تحذر من أي خطوة أحادية بخصوص فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات. الاحتلال يستولي على أراض زراعية في بيت لحم ويواصل عزل بلدة حزمة عن محيطها. وفي نشرتنا أيضا، مصنع في القدس يحافظ على صناعة الخزف يدويا منذ 100 عام. أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام بكل الخير، وأهلا بكم إلى تفاصيل التاسعة. التقى السيد الرئيس محمود عباس نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو. وبحث سيادته مع نظيره الروسي آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وما تتعرض له مدينة القدس من مخاطر محدقة، خصوصا عقب إعلان ترامب. كما تناول اللقاء ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات يومية، إضافة إلى العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة. وأكد السيد الرئيس خلال لقائه نظيره الروسي أنه لا يمكن أن تكون واشنطن الوسيط الوحيد لعملية السلام، مجددا دعوته لأن تكون هناك آلية دولية لرعاية عملية السلام. شدد سيادته أن القيادة الفلسطينية كانت دائما مستعدة للمفاوضات، رافضا للاتهامات الأمريكية في هذا السياق. شكرا لفخامة الرئيس، شكرا لاستقبالنا هذا اليوم هنا. نحن سعداء أن نلتقي دائما لنتبادل وجهات النظر، لكن في البداية أحب أن أقدم لكم والشعب الروسي، شعب روسيا الاتحادية، التعزية الحارة بوفاة 71 مواطن روسي على الطائرة المدنية التي سقطت قبل أيام. وهذه التعزية باسمي وباسم الشعب الفلسطيني، ويعز علينا أن تحصل مثل هذه المآسي لأصدقائنا الشعب الروسي. نحن سيد الرئيس يهمنا جدا فعلا أن نتحدث في القضايا الثنائية وفي قضايا المنطقة، وخاصة التطورات الأخيرة التي جرت منذ شهرين أو ثلاثة بيننا وبين الجانب الأمريكي. منذ أن انتخب الرئيس ترامب إلى شهر سبتمبر التقيت به 4 مرات، وكان دائما يحدثني عن الصفقة التي يمكن أن يعملها من أجل حل الصراع العربي الإسرائيلي. وبطبيعة الحال كنا ننتظر أن نحصل أو نسمع منه عن هذه الصفقة، ولكننا فوجئنا قبل أشهر قليلة بأن الحكومة الأمريكية قررت إغلاق مكتب منظم تحرير في واشنطن. طبعا هناك أسباب غريبة لدى الكونغرس سأشرحها لكم، تتعلق برؤية الكونغرس لنا، هي أن الكونغرس يعتبرنا، يعتبر السلطة الفلسطينية ومنظمة تحرير منذ عام 87 على أننا منظمة إرهابية. والعلاقة بيننا وبين الإدارة الأمريكية هي علاقة تتعلق بهذا القرار، ولكن الحكومة الأمريكية تأخذ استثناءات كل 6 أشهر حتى تستمر العلاقة بيننا وبينهم. عندما سمعت هذا الموضوع أن الكونغرس، أن هذه هي وجهة نظر الكونغرس، استغربت ذلك. كيف ستكون مثل العلاقات بيننا وبين أمريكا بهذا الشكل؟ زيارات مستمرة، مساعدات، اتصالات، ثم يكون هذا رأيهم بنا أننا إرهابيون. أضف إلى ذلك أن هناك بروتوكول أمني عقد بيننا وبينهم، من ضمن بروتوكولات كثيرة بيننا وبين دول مختلفة حول محاربة الإرهاب بشكل محلي وإقليمي ودولي. ف
فعندما قرروا إقفال المكتب قلنا لا بأس، وأيضا نحن نقطع علاقاتنا مع القنصلية الأمريكية في القدس، وفعلا علاقاتنا الآن مع القنصلية الأمريكية مقطوعة. وبالنسبة لمكتبنا في واشنطن يعتبر رسميا مقفل، لكنه من ناحية عملية لا زال ممثلنا يمارس عمله بدون صفة في هذا المكتب. وبعد فترة قصيرة طبعا فاجأنا الرئيس ترامب بالصفعة أو الصفقة التي تحدث عنها، وهي أنه قرر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، واعتبار أن القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل. ثم أتبع هذا بقرار آخر، وهو وقف كل الدعم الخاص بالأونروا، وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين. ثم تحدث عن أشياء لم تحصل، وهي أنه قال سنقطع المساعدات عنكم لأنكم ترفضون المفاوضات. واستغربت هذا أيضا، لأننا لم يحصل مرة واحدة في تاريخنا معهم منذ عام 88 إلى يومنا هذا أننا رفضنا الذهاب إلى المفاوضات. كذلك لم يحصل أننا رفضنا لقاءات مع الإسرائيليين المسؤولين الإسرائيليين. والدليل على ذلك أنكم دعوتمونا العام الماضي لزيارة موسكو أنا ونتنياهو، وأنا قررت أن آتي، وفعلا كنت في طريقي إلى موسكو عندما أبلغوني أن نتنياهو ألغى الزيارة. هذه الأجواء التي بيننا وبينهم أدت إلى أننا قلنا ما دام الحكومة الأمريكية تقوم بهذا العمل وهي الوسيط، فنحن بعد الآن لن نقبل أن تكون أمريكا وسيطا بيننا وبين الإسرائيليين. وإذا كانت هناك مساعي لمفاوضات يمكن أن تتم من خلال مؤتمر دولي، يخرج عن هذا المؤتمر آلية لتكون هي الوسيط وليس أمريكا وحدها. وقلنا ممكن أن تكون الرباعية الدولية مع عدد من دول الأخرى، لا مانع لدينا، كما حصل مع إيران 5+1 أو غير ذلك من الصيغ، بحيث تشارك أي دول أخرى مع الرباعية. نحن عند ذلك ليس لدينا مانع من أن تكون هناك الوساطة، وأن يكون الأمريكان جزءاً وليس وحدهم في هذه المفاوضات. من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب تناول تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأكد بوتين أن روسيا كانت تدعم الشعب الفلسطيني دائماً، مشدداً على عمق العلاقات الروسية الفلسطينية. وكان السيد الرئيس قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو مساء اليوم في زيارة رسمية. هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية التي يقوم بها سيادته لحماية القضية الوطنية ومواجهة المخاطر المحدقة بها، خصوصا بعد إعلان ترامب المشؤوم بشأن القدس. ومعنا عبر الهاتف من موسكو مفادتنا زينة عبد الصمد. زينة أهلا بك. أبرز نتائج القمة ما بين السيد الرئيس محمود عباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي عقدت مساء هذا اليوم، تفضلي. نعم، في الواقع هي زيارة لافتة في شكلها ومضمونها. في الشكل اجتمع قائد أكبر قضية على وجه المعمورة وأعقدها في هذه المرحلة زيارة الرئيس محمود عباس مع رئيس كبريات دول العالم، روسيا الدولة الصديقة لفلسطين، عضو دائم في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة وفي الرباعية الدولية. هذا في الشكل. أما في المضمون فالزيارة تأتي في مرحلة بالغة التعقيد، الرهان الفلسطيني الوطني على روسيا لتلعب دورا محوريا في هذا الملف الشائك، ولتكون جزءا أو ركنا أساس في رؤية لتظهير عملية سياسية للدفع باتجاه السلام في فلسطين طبعا وحل الصراع العربي الإسرائيلي. الاجتماع كما ذكرنا كان
انضم اليه طبعا الوفد المرافق لقياده الرئيس محمود عباس ووزير الخارجيه الروسي وقادة روس. نبدا ايضا من المشهد الاخير، حيث قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى سياده الرئيس محمود عباس كتابا تاريخيا عن فلسطين عمره 200 عام. بدوره سياده الرئيس محمود عباس قدم حجرا من القبر المقدس في كنيسه القيامه، وقد تم استخراج هذا الحجر لدى ترميم الكنيسه في العام 2017، وكان الجدير ذكره انه تم تقديم حجر مثيل له لقداسه البابا. اذا الاجتماع كان جدا هام، الاتجاه كان نحو تظهير رؤيه او مخرج جديد لعمليه السلام ونحو عقد مؤتمر دولي للسلام، كما جاء في حديث سيارة الرئيس أن فلسطين مستعدة للسلام وللدفع باتجاه عملية السلام، إنما إسرائيل كانت ولا زالت تتهرب من هذا الخيار. وذكر نعم زينة، يعني هذا الموقف الفلسطيني الثابت والمفاعيل مثل هذا الموقف كيف انعكست على ردود الأفعال الروسية؟ نعم، في الواقع روسيا والرئيس الروسي كانت ولا زالت تشكل كما قلنا سندا وحضنا للقضية الفلسطينية، وقد تطرقت انتقدت عفوا روسيا الولايات المتحدة في مواقفها، وانتقدت أحادية الرأي والموقف الروسي من جهة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، هذا من جهة، وكذلك انتقدت روسيا على لسان وزير خارجيتها تنصل الولايات المتحدة من دعم وكالة الإمارة، وهذا ما ذكره أيضا سيادة الرئيس في كلمته. إذا روسيا تشكل دعما وظهيرا نعم زينة، إذا سمحت، موضوع الآلية الدولية التي دعا السيد الرئيس محمود عباس إلى تشكيلها، يعني كيف سيكون لروسيا دور في هذا الموضوع إذا وردت لديك أي معلومات؟ نعم، في الواقع هذا السؤال ستكون الإجابة عليه رهن الأيام المقبلة. كان سيادة الرئيس واضحا في طلبه لرؤية أو لتظهير هذه الرؤية من خلال رباعية أو تضاف إليها دول أسوة بدول 5+1، أو تكون شريكة الأمم المتحدة من خلال الأهم هو مؤتمر دولي، سواء عقد هذا المؤتمر في روسيا أو مؤتمر أسوة كما حصل في العام الفائت في باريس. شكرا جزيلا لك زينة عبد الصمد، موفدتنا إلى موسكو، شكرا. حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل بوردينا من أي خطوة أحادية بخصوص فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات. قال بوردينا أن أي خطوة في هذا الاتجاه لن تغير في الواقع شيئا، لأن الاستيطان كله غير شرعي، كما ستؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. وأضاف بورديني أن مثل هذه الخطوات في حال تنفيذها ستقضي على كل جهد دولي لإنقاذ العملية السياسية. وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أنه لا يحق لأي طرف الحديث في وضع الأراضي الفلسطينية باعتبار ذلك مخالفا لكل قرارات الشرعية الدولية التي نصت على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية هي أراضي الدولة الفلسطينية التي أصبحت عضوا مراقبا في الأمم المتحدة. هذا وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن أنه يجري مباحثات مع الإدارة الأمريكية بشأن اقتراح قانون فرض سيادة الاحتلال على المستوطنات في الضفة الغربية. ونقل عن نتنياهو القول خلال جلسة لكتلة الليكود إن فرض السيادة على المستوطنات يتطلب تمرير القانون كمبادرة حكومية والتنسيق بقدر الإمكان مع الأمريكيين. أكد الملك عبد الله الثاني أن الأردن مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. جاء ذلك خلال استقباله في قصر الحسينية أمس المطران السني إبراهيم عازر مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن وفلسطين والوفد المرافق من أعضاء الكنيسة. وبدوره أكد المطران عازر أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بالحفاظ عليها وحمايتها، مستعرضا التحديات التي تواجه الكنائس في ضوء نية إسرائيل فرض ضرائب على ممتلكات تابعة للكنائس التي كانت معفية من الرسوم في المدينة المقدسة. إلى ذلك أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الواضح والثابت بشأن التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان له عقب استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
إن الرئيس السيسي دعا واشنطن لإعادة إحياء عملية السلام وفق مقررات الشرعية الدولية. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه تيلرسون أهمية التوصل لحل للقضية الفلسطينية قائما على حل الدولتين. أكدنا مرة أخرى أهمية التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على مبدأ إقامة دولتين، وأهمية استمرار الجهود الأمريكية للتوصل إلى هذه التسوية النهائية. طرحنا بالتأكيد رؤية التي في مناسبات عديدة أكد عليها السيد الرئيس من ضرورة إنهاء هذا الصراع لاستعادة الاستقرار بالمنطقة بشكل كامل. هذا وزعم وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري أن مصير القدس المحتلة يتخذه الطرفان، مشيرا إلى أن واشنطن ما تزال ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق دائم للسلام. لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدافع عن أي تغيير في الوضع القائم فيما يتعلق بالإشراف على الأماكن المقدسة مع الاعتراف بالدور الصحيح للسلطات القائمة. النقطة الثانية هي أن الحدود النهائية للقدس لم تحدد بعد، أن تلك ستقرر بين الأطراف، وأعتقد أن هاتين النقطتين المهمتين قد تم تجاهلهما في إعلانه. نعم، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بعملية السلام، ولا تزال تؤمن بأن لديها دورا هاما يجب أن تلعبه في الجمع بين الطرفين ورؤية حل لهذه المسألة، والرئيس ترامب ملتزم بذلك. حث بيان مشترك صادر عن رئيس البرلمان العربي ورئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط، حث الحكومات بدعم وحماية القضية الفلسطينية، كما طالب الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس. ودعا البيان كافة البرلمانيين في العالم إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وحث الحكومات لدعم وحماية عملية السلام من أجل تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. وطلب البيان بتدشين حوار عربي أورو متوسطي جاد وملموس لإقرار السلام والأمن في المنطقة وإخراج عملية السلام من حالة الجمود والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تضمن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية. في موضوع آخر، أطلع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد القائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات المصري الوزير عباس كامل على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية. وقال الأحمد إن اللقاء تناول استعراضا شاملا للخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاق القاهرة، مؤكدا ضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها في قطاع غزة كخطوة أساسية لاستكمال حل بقية الملفات. وأكد الأحمد أن خطوات التنفيذ بطيئة جدا وهناك عراقيل توضع بشكل مدروس من قبل حركة حماس، مشددا على أن حركة فتح بقيادة السيد الرئيس محمود عباس متمسكة بالاتفاقات والتفاهمات الخاصة بإنهاء الانقسام وتروط تنفيذها بشكل دقيق. أصدرت سلطات الاحتلال 4 أوامر عسكرية بهدف الاستيلاء على أراض زراعية في بلدة الخضر جنوب غرب بيت لحم، كما قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى تلك الأراضي ببوابات حديدية. تفاصيل أوفى في تقرير هاني فنون. منذ نحو أسبوع وهذه الآليات الاحتلالية تتوسط أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب غرب بيت لحم بهدف شق طريق استيطانية تصل إلى البؤرة الاستيطانية جفعات نيتيفوت بزعم إخلائها. وفي ذات الوقت وضع الاحتلال بوابات حديدية تصل إلى الأراضي المستهدفة ليغلق الطريق عليها بعد أسبوع على وضعها، وهو ما حد من وصول المزارعين إلى أراضيهم. توجهت إلى البوابة الموجودة على جهة دانيال، في جندي واقف بقول له بدي أمرك أحرث الأرض، الله بكل منطقة عسكرية مغلقة ممنوع تدخل الحين، بقول له طب شو السبب؟ الله بكل فيش سبب، بس نخلص احنا بنفتح البوابات تيجي تحرث زي ما بدك، بسأل في وقت ايش يعني أي ساعة يعني؟ الله بكل لي مش شغلك، بس نفتح نشوف المفتاحات تقدر تيجي. نحو 18 دنما أخطرها الاحتلال قبل أيام في منطقة خلة العين من أراضي الخضر
وهي ذاتها التي ينوي الاحتلال شق طريق استيطانية منها، فالمزارعون هنا يتخوفون من قيام الاحتلال بتجريف الأراضي وتخريبها بحجج ومزاعم تستهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضيهم. ليش ما بتفتحوا منها؟ أنا مش عارف، هي عملية تخريب، هي عملية مثلا تمويه، بدهم يحطوا قرفانات، احنا مش عارفين. احنا لحد الآن صدقهم مش ثابت، مش صحيح. يعني لو بدهم يهددوا ما هناك 20 متر له عند الدار. طيب ليش بيفتحوها؟ يمكن حوالي اكثر من 700 متر ولا 800 متر. ليش طيب مثلا؟ ليش؟ منذ ايام والاحتلال يتمركز بمحاذاة الاراضي ووضع برجا عسكريا بالقرب منها، فيما الخشية من تصاعد الاجراءات الاحتلالية المتعاقبة ان تنتزع الاراضي بين مستوطنتي دانيال وآل عازر من المواطنين بشكل تدريجي. وفق القانون هو صدر قرار مستعجل بوضع اليد على هذه الاراضي، واصبحت اراضي مغلقة الان، عسكرية مغلقة. الان في فترة معينة 29 يوم 28 يوم تعطى للمواطنين للاعتراض وللمحاكم وما الى ذلك. فانا بتقديري انه راح يكون في شيء خلال هذه الايام القليلة، لأنه الأرض بكرر كمان مرة أراضي خاصة، ملك المستوطنين، ملك المواطنين، وإجراءهم من أجل استرضاء المستوطنين في هذه المنطقة غير قانوني وفق القانون الدولي. وتشمل الأوامر العسكرية الاحتلالية الأحواض 8 و11 و13 و24، وتشمل مناطق ظهر خلة العين وعين العصافير من أراضي بلدة الخضر. اختارات بمصادرة دنومات زراعية في هذه المنطقة يقابلها مزاعم احتلالية بإخلاء بؤرة استيطانية وما بينهما، والاستحواذ على مزيد من الأراضي لربط المستوطنات على شكل حزام استيطاني. من أراضي بلدة الخضر جنوب غرب بيت لحم، هاني فنون، تلفزيون فلسطين. في القدس المحتلة يواصل الاحتلال حصار بلدة حزمة وإغلاق مداخلها بالمكعبات الإسمنتية، ما أدى إلى عزلها عن بقية الأحياء المجاورة وتضييق الخناق على مواطنيها. تقرير كريستين ريناوي. العنصرية والعنجهية الإسرائيلية تتجلى بأبشع صورها حينما يقرر الاحتلال حصار بلدة فلسطينية وتحويلها إلى سجن مغلق على أهلها. فبلدة حزمة شمال العاصمة في مرمى استهداف الاحتلال منذ 3 أسابيع، عندما أغلق مدخلها الشمالي الرئيس بالمكعبات الإسمنتية، الأمر الذي أعاق حركة سكانها الذين يتجاوز عددهم 8000 نسمة. بدعوا إنهم بنضربوا حجار، بيجوا بنتقموا بيسكروا على 8000 نسمة، بدخلوا على البلد بيعملوا فوضى في البلد، استفزازيين. هلأ عملوا بوابة تحت وزي ما انت شايفة هون برضو سكروا مداخل حزمة، قطعوا المناطق. بعدها أنا إلي قرايب في القدس بيت حنينة، طلعت حزمة إلي سنين ما شفتهمش، ولما بدي أشوفهم أنا ممنوع من التسويح، عندي ملف أمني ممنوع أدخل منطقة القدس، إلنا أرض هون برضو ممنوع ندخلها. عشرات المنشآت التجارية في حزمة تضررت وضرب الوضع الاقتصادي لأصحابها لاعتماد البلدة على المشتري أو الزبون من القدس وضواحيها والمسافر من جنوب الضفة إلى شمالها أو العكس، ليمسي هذا حال تجارها اليوم. التسكير هذا رجع دمرنا، يعني تاخذينيش، انا بلشت المحل كان عندي 12 عامل، حاليا في عندي 5 عمال، يعني اضطريت اوقف 7 عمال. طب وغيري من اصحاب المنشات والمصالح التجاريه كثير وقفوا عمال، هاي المنطقه كان ما يقرب فيها حوالي 300 400 عامل يعني مستفيدين، يعني معظم هذول العمال اصحاب المصالح وقفوهم غصبا عنهم. حاجز عسكري وجدار ضم وتوسع عنصري ومستوطنات منها ما تسمى بسجاد زئيف تجثم على أراضي حزمة التي التهم الاحتلال مئات الدنومات من أراضيها لصالح مخططاته التوسعية. صمود المواطن الفلسطيني على أرضه رغم إجراءات الاحتلال الاقتلاعية حسم الصراع منذ زمن، فتجذر الفلسطينيين هو الشوكة في حلق المحتلة والعقبة أمام مخططات الإحلال والاستيطان والتهويد. من بلدة حزمة، كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين، العاصمة المحتلة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو رئيسة بلدية حزمة سمر صلاح الدين. أهلا بك معنا سيدة سمر. أهلا وسهلا، أهلا فيكم.
بداية لو نوضح للسادة المشاهدين الوضع الذي تعيشه بلدة حزمة من تضييق الخناق على المواطنين، حصار مستمر، وأيضا تهديدات بالهدم والاستيلاء على مزيد من الأراضي. يعني مثل ما ذكرت الأخت كريستين، يعني منذ أكثر من 3 أسابيع والحصار مغلق على قرية حزمة من مداخلها جميعا باستثناء المدخل الجنوبي. هذا الحصار الذي تتضرع به سلطات الاحتلال بدوافع أمنية يشدد ويضيق الخناق على 8000 نسمة يمنعهم من الدخول ومن الخروج من وإلى البلدة، كمان يمنع المواطنين من خارج البلدة من الدخول إليها. هذه السياسة هي سياسة استيطانية تهدف بالأساس إلى تفريغ منطقة القدس ومحيطها وعزل قرى ضواحي القدس عن مركز المدينة الأم. هذه سياسة استيطانية منذ العام 93 متبعة بهدف السيطرة والاستيلاء على أكبر جزء ممكن من الأراضي الفلسطينية. و منذ العام 93 لغاية الآن هناك آلاف الدنومات التي تم مصادرتها من القرية، جزء منها كان أقيم عليه جدار الضم والتوسع، وجزء منها أيضا أقيمت عليه المستوطنات، وهناك جزء آخر وضعت اليد عليه بهدف إنشاء طريق يربط المستوطنات ببعضها البعض. نعم ست سمر، يعني ما تفضلت به هو الشيء المعلن من السياسات الاحتلالية، لكن هل تستشعرون أن هناك هدف مخفي في ظل يعني هذا التضييق وهذا الخناق وهذا الاستهداف المباشر، والذي يمر من حزمة يدرك أنها البوابة، إحدى البوابات الشرقية للقدس؟ نعم صحيح. فبالتأكيد يعني هناك أشياء أنتم تلمسوها بشكل واضح. مخططات الإسرائيلي هي دائما أهدافها معلنة وغير معلنة. هلأ ما هو ظاهر هي دواعي أمنية، ولكن المخفي هي تنفيذ مخططات الاحتلال الصهيوني وتطويع سكان البلدة بأن هناك حصار تعودوا عليه سيتعودوا عليه، يؤدي هذا الحصار إلى قبول بالأمر الواقع لدى المواطن الفلسطيني من أجل توسيع مخططاتهم فيما يسمى مخطط القدس الكبرى A1. فبالتالي هذه السياسة ليست غريبة على الإسرائيلي، وبالتأكيد يعني هدفها أنه كمان ثني المواطن الفلسطيني من مواجهة المحتل، خاصة وأن المحتل في الآونة الأخيرة يقوم باستفزاز المواطنين، يعني كسر الإرادة. نعم، كسر إرادة وشوكة المواطن الفلسطيني. ولكن الشيء الجميل أن الفلسطيني وأهل البلدة لا يأبهون لهذه المخططات الرامية إلى كسر إرادتهم وعزيمتهم. طيب ست سمر، يعني بما أنك تحدثت عن المواطنين وأيضا تعزيز صمودهم، برأيك يعني ما هي الاستراتيجية أو الآلية التي يمكن من خلالها العمل ومن خلال عدة محاور وعدة أطراف لتعزيز صمود المواطنين وأيضا يعني ربما الحفاظ على ما تبقى من هذه البلدة بعدم تحويلها للاحتلال ومصادرة أراضيها لصالح التوسع الاستيطاني؟ صمود المواطنين يتعزز بشقين. الشق الأول هو الدعم الحكومي الموجه للمناطق المهمشة ومناطق سي وتحديدا في محيط القدس، بأن تضخ المشاريع التنموية القائمة على استنهاض البلدة، وأهمها هي توسيع المخطط الهيكلي الذي تعاني منه بلدة حزمة من ضيق مساحة المخطط الهيكلي. ثانيا، هناك حاجة لمؤسسات، وهنالك حاجة لمراكز صحية، هنالك حاجة لمراكز تعليمية، بالإضافة لمراكز مركز دفاع مدني. هذه المشاريع التي تفتقر لها البلدة بحاجة لإقامتها في البلدة حتى يتمكن المواطن من مواجهة سياسة المحتل، بالإضافة إلى القطاع الزراعي المهم والحيوي الذي كانت تعتمد عليه البلدة، ولكن بسبب سياسة المحتل قصرت وضيقت مساحة القطاع الزراعي. شكرا جزيلا لك يا ست سمر صلاح الدين رئيس ولاية حزمة، شكرا جزيلا لك. ويعني هو هناك طريق استراتيجي يجب الحفاظ عليه كذلك. نعم. أشكرك جزيلا. شكرا لكم. يتواصل التحريض ضد شعبنا وقيادته عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تركز التحريض ضد السيد الرئيس والحراك الدبلوماسي للقيادة في أنحاء العالم. تقرير ميساء الأحمد.
هجمة إعلامية إسرائيلية عبر منابره المختلفة تستمر يوميا ضد شعبنا وقيادته. وحول زيارة السيد الرئيس لروسيا ولقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، حرضت صحيفة إسرائيل اليوم ضد هذه الزيارة بدعوى أن السيد الرئيس ينشر الكراهية ويحرض ضد إسرائيل في دول العالم. وفي الشأن ذاته كتبت يدعوت أحرنوت ضد هذه الزيارة والحراك الدبلوماسي للقيادة في دول العالم والمؤسسات الدولية، ووصفته بالإرهاب السياسي الدولي. في سياق متصل، يستمر الإعلام الإسرائيلي في تحريض الرأي العام الإسرائيلي للضغط على حكومته لإقرار فرض سيطرة الاحتلال على الضفة رسميا، واستغلال الدعم الأمريكي والتحيز الواضح في سياسة إدارة ترامب لصالح أي إجراء إسرائيلي من شأنه تكريس الاحتلال واستحالة حدوث أي فرصة للسلام. هذا وفي موضوع آخر، حرضت صحيفة إسرائيل اليوم ضد فلسطيني الداخل عقب تنفيذ شاب من منطقة يافا عملية طعن عند مدخل مستوطنة أرئيل، واتهمهم الخبر باستغلال حقوقهم المنصوصة لهم في سبيل تنفيذ عمليات ودعم الإرهاب، وأنهم يعتبرون الأخطر على إسرائيل. وعلى قناة موقع واينت العبري، تهجم المذيعان في لقاء مع عضو الكنيسة عن القائمة العربية المشتركة عايدة توما حول إسقاط طائرة حربية إسرائيلية بنيران سورية، واستعملوا كلمات وتعابير خالية من المهنية، وهاجموا توما التي قدمت رأيا لا يتماشى مع وجهة النظر الإسرائيلية. ميساء الأحمد، تلفزيون فلسطين. أغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل بلدة بيتا جنوب نابلس، وذلك في إطار الانتهاكات المتواصلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق المواطنين هناك. أفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي للبلدة بالمكعبات الإسمنتية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ولمتابعة التطورات الميدانية، ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسلنا بكر عبد الحق. بكر، أهلا بك معنا. يعني كيف تبدو صورة الأوضاع لديك الآن؟ نعم ديانا، قوات الاحتلال أقدمت على إغلاق المدخل الرئيس لبلدة بيتا مرة أخرى جنوب محافظة نابلس مرة أخرى، بعدما يعني حاول المجلس البلدي فتح هذا الطريق بشكل جزئي صباح هذا اليوم عبر إزالة السواتر الترابية. قوات الاحتلال دفعت هذا المساء بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدخل البلدة الرئيس، وقامت بوضع مكعبات كبيرة الحجم وأيضا سواتر ترابية أكبر من التي كانت موجودة يوم أمس، وانتشرت بشكل كبير على المداخل الرئيسة الأخرى للبلدة، مدخل المؤدي إليها من قرية أودلا وكذلك المدخل المؤدي إليها من قرية عورتا، فيما تغلق قوات الاحتلال منذ أكثر من شهر المدخل المؤدي إليها عبر قرية أوسرين. هذه الإجراءات تأتي بعد يوم واحد فقط من اقتحام قوات الاحتلال البلدة بشكل جنوني يوم أمس، واستهدافها المواطنين بالأعيرة المطاطية والرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل الدموع، واندلاع مواجهات عنيفة يوم أمس شهدتها بلدة بيتا، أقدم الاحتلال خلالها على إغلاق المدخل الرئيس للبلدة، وهذا يؤثر بشكل كبير على حركة المواطنين هنا من وإلى البلدة، خصوصا الحركة التجارية لحسبة بيتا التي تغذي معظم محافظات الوطن بالخضار والفواكه. للوقوف أكثر على هذا الإجراء الاحتلالي، ينضم إلينا الأستاذ فؤاد معالي رئيس مجلس بلدي بيتا. أستاذ فؤاد، بداية يعني كيف سيؤثر هذا الإغلاق من قبل قوات الاحتلال على حياة المواطنين في بلدة بيتا؟ طبعا هذا بيأثر كثير على البلد، بيأثر كثير على سوق الخضار الموجود على مدخل البلد. أصلا الهدف من التسكير هو العمل على شل حركة الناس، شل حركة الموظفين، شل حركة الطلاب. تعرف لما بده يكون عندك مواصلات اثنين للسد وبعدين يتنقلوا الخضار، ما بنقدر ننقلها الخضار، طبعا ما بتقدر تدخل على الحسبة، وكأنهم شلوا الحسبة بالكامل. لمن يشاهدك الآن أستاذ فؤاد، كيف هو السبيل الوصول إلى بلدة بيتا أو مغادرة البلدة يوم غد في حال أبقى الاحتلال على هذا الوضع؟ طبعا اذا بسكروا كل مداخل بيتها، وانا اللي ملاحظه انهم رايحين يسكروا كل مداخل بيتها، بكون شل الحركه بالكامل، لانه ما بنقدر نتحرك، ما بنقدر ان ندخل نخرج من مداخل من مخارج غير المخارج اودلا الشارع الرئيسي، فهيك رايحين يشلوا الحركه بالكامل.
أشكرك أستاذ فؤاد معالي رئيس مجلس بلدي بيتا على هذه المداخلة. إذن ديانا قوات الاحتلال الآن أذكر المرة الثانية تتواجد بشكل مكثف على المداخل الأخرى الفرعية لبلدة بيتا، ويعني سبق هذا الإجراء قيام مجموعة من المستوطنين بوضع منازل متنقلة على الأراضي الجنوبية لبلدة بيتا، ويوم الجمعة المقبل بلدة بيتا على موعد مع فعالية مركزية بهدف الضغط على الاحتلال ومستوطنيه لإزالة هذه المنازل. هناك دعوات من قبل لجنة التنسيق الفصائلي وكذلك مجلس بلدي بيتا هنا للمواطنين لأكبر مشاركة في الصلاة التي ستقام على الأراضي المهددة وبالتالي طرد المستوطنين منها كما جرى المرة الماضية. نعم بكر، بالتأكيد سنبقى على تواصل معك في حال ورود أي جديد وذلك في خلال محطاتنا الإخبارية القادمة. شكرا جزيلا لك حتى اللحظة. في الشأن العربي والدولي، أعلن الجيش المصري مقتل 28 إرهابيا وتوقيف 130 آخرين في شمال سيناء ووسطها، وذلك منذ إطلاق العملية العسكرية للقضاء على الإرهاب يوم الجمعة الماضية. مزيد من التفاصيل في تقرير نجوى يونس. تحت شعار يد تبني ويد تحمل السلاح، تتواصل العملية الشاملة التي تخوضها القوات المصرية في سيناء لاستئصال شأفة الإرهاب من جذوره، حيث أكد البيان الخامس للعملية التي تقوم بها القوات المسلحة بكافة الأفرع الرئيسية بالتعاون مع عناصر وأجهزة وزارة الداخلية نجاح سير العمليات وفقا للأهداف المرحلية المرجوة منها. هذه العملية هدفها القضاء على مبقية من هذا التنظيم في سيناء من خلال عملية عسكرية شاملة تضمنت مشاركة كافة الأفرع الخاصة أفرع القوات المسلحة المصرية. هذه الأفرع بتقوم بعمل محدد وهو قطع طرق الإمداد لهذا التنظيم، منع عناصر التنظيم من الهروب، حصر الإرهاب في منطقة جغرافية معينة تتجاوز 25 كيلو طولا وعرضا وهي ما يعرف بمثلث رفح الشيخ زويد العريش. الهدف منها زي ما قلت هو القضاء بشكل نهائي على بقايا هذا التنظيم، واعتقد الجيش هينجح في هذا الموضوع لحد كبير. عملية أمنية موسعة يشرف على تفاصيلها الرئيس المصري بنفسه الذي كان قد وعد المصريين قبل أسابيع بدحر الإرهاب ليس من سيناء فقط ولكن من مصر عامة، حيث سبق تلك العملية مراحل تمهيدية بدأت في 30 يونيو لعام 2013 حتى حانت لحظة المواجهة الشاملة. هي طبيعة الحرب مع مواجهة الجماعات الإرهابية بتاخد وقت وبتاخد عمليات عسكرية معينة وتكتيك عسكري معين، فهي هي هي تكمل الست عمليات العسكرية السابقة في مواجهة العمليات الإرهابية خصوصا بعد دحر تنظيم داعش في سوريا والعراق والجهد الكبير اللي بتقوم به قوات الجيش الليبي في ليبيا، فهو هي عملية تشكل أهمية استراتيجية للأمن القومي المصري في ظل الأوضاع الحالية. هي الحرب إذن على جميع الجبهات، فالقوات الجوية التي تقوم برصد وتدمير الأهداف للعناصر الإرهابية تتوازى مع القوات البحرية في إحكام الحصار والسيطرة على منطقة الساحل، فيما تواصل المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة بتنظيم الدوريات والكمائن بكافة مدن ومحافظات مصر. هي حرب مقدسة يخوضها خير أجناد الأرض وقد تعاهدوا على النصر أو الشهادة. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، القاهرة. حذر وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو واشنطن من أن العلاقات بين البلدين بلغت مرحلة حرجة، داعيا إياها لإصلاح هذه العلاقة وأنها ستنهار بالكامل. وتأتي هذه التصريحات قبيل محادثات مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مع المسؤولين الأتراك بأنقرة في وقت لاحق هذا الأسبوع. وأضاف أوغلو أن المحادثات مع تيلرسون ستتطرق إلى إعادة بناء الثقة التي دمرت، متهما واشنطن بارتكاب أخطاء جسيمة فيما يتعلق بزعيم تنظيم الخدمة فتح الله جولين ووحدات حماية الشعب الكردية. لا نريد وعودا بعد الآن، بل نريد خطوات ملموسة. قلت مرارا إنه من أجل بحث قضايا معينة مع الولايات المتحدة فيجب استعادة الثقة. إما أن تتحسن العلاقات بيننا أو تنهار تماما، ليس هناك خيار آخر. نشرتنا مستمرة وفيها. مصنع في القدس يحافظ على صناعة الخزف يدويا منذ 100 عام.
أكملا مشاهدينا الكرام، فننتقل إلى آخر وأبرز الأخبار الاقتصادية والزميل عماد الرجبي. مساء الخير عماد. مساء الخيرات دينا. مرحبا محمد. أهلا بكم إلى موجز الاقتصاد. بحث وزير الزراعة سفيان سلطان مع عدد من رجال الأعمال وممثلين عن القطاع الخاص آلية إنشاء الشركة الزراعية الفلسطينية الأردنية المشتركة لتتولى مسؤولية تسويق المنتجات الزراعية بين البلدين وإلى الأسواق الخارجية. وأكد وزير الزراعة أهمية إنشاء هذه الشركة التسويقية، موضحا أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة الأردني بخصوص إنشاء الشركة، وأضاف أن القرار اتخذ من أعلى المستويات وبدعم من السيد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله. في خبر آخر، وقعت شركة كهرباء محافظة القدس مع مجموعة زورلو العملاقة التركية للطاقة في إسطنبول اتفاقا استراتيجيا لتأسيس شركة مشتركة تختص في إنتاج الطاقة الشمسية في فلسطين. وتنص بنود الاتفاقية المشتركة على البدء بإنتاج 30 ميجاوات من الطاقة الشمسية خلال المرحلة الأولى، على أن يستمر العمل لإنتاج أكثر من 100 ميجاوات خلال الفترات المتتالية لهذه الشراكة. بدوره قال يوسف الدجاني رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس إن الاتفاقية تؤسس لحقبة جديدة وتوجه استراتيجي جديد في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة الشمسية في فلسطين. إلى ذلك، أعلنت شركة سند الموارد الإنشائية بدء أعمال إنشاء مخازن الإسمنت التابعة لها في قرية أرتاح جنوب مدينة طولكرم. وأكدت إدارة الشركة أن الغاية من الموقع هي إقامة مخازن استراتيجية فقط وليس موقعا لتصنيع الإسمنت. وأوضحت أن المخازن ستخدم منطقة الشمال بسبب المتغيرات الخاصة بالوضع الفلسطيني، وذلك لضمان توريد الإسمنت في الوقت المناسب والحفاظ على كميات وأسعار الإسمنت وضمان عدم انقطاعه. إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب مع هبوط الدولار، وذلك مع انتظار المستثمرين صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لاستشفاف إشارات على وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد الذهب في التعاملات الفورية إلى حوالي 1326 دولارا للأونصة. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية موجز الاقتصاد. الآن عودة إلى الزملاء والمزيد من الأخبار. شكرا لك عماد. في بيت لحم انطلقت أعمال المؤتمر الفلسطيني الإيطالي حول سرطان الثدي، والذي سيستمر على مدار يومين، وذلك بتنظيم من وزارة الصحة والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي بمشاركة أخصائيين في مجال علم الأورام والجراحة العامة من فلسطين وإيطاليا. تقرير حياة حمدان. ضمن جهود وزارة الصحة في تكثيف التعاون الدولي لدعم القطاع الصحي في فلسطين، عقد اليوم المؤتمر الفلسطيني الإيطالي حول سرطان الثدي بحضور ممثل عن القنصل الإيطالي العام بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي. يعتبر الجانب الإيطالي أكبر داعم للقطاع الصحي في فلسطين، واليوم بالفعل هذا المؤتمر في مجال السرطان، حيث قدم الطليان حوالي 2 مليون يورو لدعم علاج سرطان الثدي للسيدات، وبالفعل سوف هنا نقلع لنكون على مصاف الدول، ومن حيث انتهى الآخرين في مجال علاج سرطان الثدي الأكثر بين النساء من أمراض السرطان. وتستمر أعمال المؤتمر مدة يومين، سيقدم خلالها العديد من المحاضرات العلمية حول مجالات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والطرق الحديثة في التشخيص والعلاج. ويشارك في أعمال المؤتمر العديد من الأخصائيين في مجال علم الأورام والأشعة العلاجية والجراحة العامة من فلسطين وإيطاليا لهدف تبادل التجارب والخبرات. فكرة هذا المؤتمر الذي يتم تنسيقه مع الاتحاد الإيطالي أو التعاون الإيطالي
حتى يتم تبادل الخبرات بين الكوادر الطبية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة والأطباء العاملين على في المستشفيات المتطورة في العالم ككل. وحسب بيان لوزارة الصحة لهذا العام، فإن أمراض السرطان هي المسبب الثاني للوفاة في فلسطين خلال العام 2016، ويأتي سرطان الثدي في المرتبة الأولى من بين أنواعه الأخرى، حيث سجلت 388 حالة بسرطان الثدي بنسبة 15% من مجموع حالات السرطان التي تم الإبلاغ عنها في الضفة الغربية. لتلفزيون فلسطين، حياة حمدان، بيت لحم. إلى الرياضة مع كيان الصيف، أهلا بك. مساء الخير حمد، مساء الخير ديانا. أهلا بكم مشاهدينا. وجه سيرجيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد نداء لمشجعي الملكي عبر الشبكات الاجتماعية ليقوموا باستقبال الفريق لدى دخوله ملعب سانتياغو برنابيو الأربعاء المقبل لدعمه قبل مباراة باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. ويستضيف ريال مدريد الأربعاء المقبل باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الذي يحمل الملكي لقبه في آخر موسمين. وبحسب تصريحات راموس عقب مباراة ريال سوسيداد، فإن مواجهة البي اس جي هي مباراة الموسم. بعد فترة البيات الشتوي لمدة 10 أسابيع، تستأنف مسابقة دوري أبطال أوروبا فعالياتها غدا الثلاثاء، حيث تنطلق منافسات جولة الذهاب في ثمن النهائي بمباراتي يوفنتوس الإيطالي مع توتنهام الإنجليزي وبازل السويسري مع مانشستر سيتي. وتتطلع كل الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني سواء كانت من الأندية المتوجهة باللقب سلفا أو المنافسين الجدد إلى المجد من خلال مسيرة ناجحة في الأدوار الفاصلة للبطولة. واصلت النجمة الدنماركية كارولين فوزنياكي صدارتها للتصنيف العالمي الجديد لرابطة محترفات التنس الصادر صباح اليوم. وتمكنت فوزنياكي من الحفاظ على عرش التنس للأسبوع الثالث على التوالي، متفوقة على منافستها الرومانية سيمونا هاليب. ولم يشهد تصنيف اللاعبات العشر الأوليات أي تغيير في المراكز. أكدت الألمانية أنجليك كيربر المصنفة الأولى عالميا عام 2016 والفائزة ببطولتي جراند سلام مشاركتها في النسخة الثالثة من بطولة مايوركا المفتوحة للتنس التي ستقام بين يومي 18 و24 من يونيو حزيران المقبل على الملاعب العشبية في سانتا بونسا بجزيرة مايوركا الإسبانية. وتعد الألمانية التي استهلت 2018 بالفوز بلقب سيدني وبلغت نصف نهائي أستراليا المفتوحة ثاني لاعبة تعلن مشاركتها في البطولة بعد الفرنسية كارولين غارسيا الفائزة بالنسخة الأولى من البطولة عام 2016. نهاية جولة الرياضية لهذه الليلة، شكرا للمتابعة، عودة إلى الزملاء في الاستوديو. شكرا لك كيان. يحافظ مصنع عائلة باليان في القدس المحتلة على صناعة الخزف يدويا منذ 100 عام التي تعرض في متجر خاص بها في المدينة. تفاصيل أوفى في تقرير هديل شوامر. يحافظ هذا المصنع على صناعة الخزف يدويا منذ 100 عام. أطباق خزف مطلية حديثا ومنتجات قديمة تعرض جنبا إلى جنب في متجر خاص ينتجها مصنع عائلة باليان الأرمينية التي مارست هذه الحرفة في القدس المحتلة منذ عام 1922. تاريخ الخزف الفلسطيني تاريخ كيف نسميه بالإنجليزي سيرفايفل، يعني مش سهل إنه إحنا كعائلة كمؤسسة قاعدين نحكي كمان سنتين إنه بده يصير 100 سنة لتاريخ الخزف الفلسطيني. هو حرب انه نضل موجودين بالتراث هذا من ناحية الوضع السياسي ووضع الاقتصادي. وتجمع الرسومات التي تطبق على قطع الخزف أساليب الفن الأرمني والإسلامي والتركي على شكل طواويس وأشجار نخيل وزيتون. ورغم كل الأوقات العصيبة التي تعرضت لها القدس المحتلة ولا زالت، حافظ أصحاب المصنع على إنتاج الخزف كإرث ثقافي يختزل إرث الحضارات القديمة.
هذا ويعمل في المصنع 5 أشخاص تقريبا يصنعون الخزف اليدوي من بدايته حتى خروج المنتج، ففي البداية يكون طينا يتم تشكيله ثم حفه ثم تلوينه. شغلنا هون كله يدوي، شغلة غريبة طبعا، ما فيش زيها كتير، نادر لتلاقي زيها. اللي بتلاقيه بالسوق زي هدول طبعا كله تصنيع ماكينات، عندنا هون كله تصنيع يدوي. الشغل القطعة زي هاي بيجي طينة أول إشي بتتصنع عنا، بعدين بتدخل عدة مراحل بالفرن، بحفوها وبنظفوها وبتيجي عنا بترسمها الأخت، وإحنا بنلون بنعود بنحطها بالإجليز وبعدين بالفرن. ويجذب المتجر الذي يعرض ويبيع منتجات مصنع الخزف زبائن محليين وسياحا من الأجانب الذين يزورون القدس. وعلى الرغم من أن قطع الخزف القديم والجديد المعروض في المتجر تهتم بالتفاصيل بشكل دقيق، فإن المسموح ببيعه هو قطع الخزف المنتجة حديثا فقط. هديل شوامل، التلفزيون فلسطين. الآن إلى النشرة الجوية مع ناتالي رانتيسي. أهلا بك ناتالي. مساء الخير محمد. مساء الخير ديانا. بكم مشاهدينا الكرام في أحوال الطقس. حالة من عدم الاستقرار الجوي تسود البلاد وسيشمل تأثيرها معظم المناطق، حيث تكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ومن المتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق. هذا وتوالي درجات الحرارة انخفاضها نهار غد، وتصبح الأجواء باردة نسبيا إلى باردة، ويستمر هطول الأمطار على فترات في أغلب المناطق والتي قد تكون غزيرة أحيانا. والآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام لدرجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في بعض المدن الفلسطينية، حيث سنبدأ من العاصمة القدس، فمن المتوقع أن تسجل 12، ننتقل إلى رام الله 11، نابلس 13 درجة، جنين وطوباس 16، طول كرم 15، قلقلية أيضا 15، سلفيت 12، أريحة 20، بيت لحم 12، الخليل 11. والآن ننتقل وإياكم إلى المحافظات الجنوبية ونبدأها من غزة 17، دير البلح 16، خان يونس 17، وأخيرا رفح 16. ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى بعض العواصم العربية والعالمية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية النشرة الجوية، والآن عودة للزملاء محمد وديانا. شكرا لك ناتالي. شكرا. ومشاهدينا الكرام، قبل ختام نشرتنا هذه نذكركم بالعناوين. خلال لقائه نظيره الروسي السيد الرئيس يؤكد أن واشنطن لا يمكن أن تكون الوسيط الوحيد لعملية السلام. الرئاسة تحذر من أي خطوة أحادية بخصوص فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات. الاحتلال يستولي على أراض زراعية في بيت لحم ويواصل عزل بلدة حزمة عن محيطها. جاء في نشرتنا أيضا مصنع في القدس يحافظ على صناعة الخزف يدويا منذ 100 عام. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم دائما طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء. إلى اللقاء.